طورت عندي الوعي من خلالها، كنحاول دائما نستافدوا من تجارب وكذلك من معلومات دكتور جمال سقلي خبير الاعشاب النباتيه والطبيه. مرحبا بك معنا، بارك الله فيك. ونتمنى ان شاء الله يكون صيام غادي في احسن ما يرام، كل مغاربه بصحه وسلامه، ويكونوا كيستافدوا من كل هاد النصائح والمعلومات اللي كنقدموها لهم. تنظن بحالي بحال كاع المغاربه كلنا عندنا نقص النعاس، بداو كيعياو بشويه. ايه حيت ما تنعسوش، تنبقاو حتى الصباح. وخلاص عندنا جا ما شاء الله شهر رمضان، فتره الصيف، فتره عطله، فتره استجمام، الوليدات كيبقاو فايقين، ما كاينش مشكل. نمشيو باش نربحوا الوقت ونعطيو اسرار كثير وفوائد، لان ما تمناش كلامنا وحديثنا عن القولون او مشاكل القولون او المصرر الغليظ، باش كل مغربي يفهموا شنو تنقولوا. فالمصرر الغليظ كذلك عنده مشاكل كثير، وقلنا ان الرقم واحد لعلاج مشاكل القولون او المصرر الغليظ اللي هو الوفيغا او زرعه الكتان. ارضى اختي سميه. انا متبع معك. لا ممتاز. ومركزه واخا شهر رمضان. وباش ما نعيقوش تاع الناس حتى نكثر لهم، في الاخر تيتلفوا ما تيبقاو عارفين اش غياخذوا. الور ننصحهم نصيحه لله، احسن حاجه شنو هي قلنا؟ لا الوفيرا ولو لا وزرعه الكتان. وزرعه الكتان. وكنا عطينا البارح واحد الوصفه اللي زوينه وسهله. اللي قلنا فيها شنو هو؟ قلنا فيها خل التفاح وقلنا فيها بابونش. هذه من ارقى ما كاين واسهل ما كاين. وقلنا صالحة بزاف الحوايج، للوجه، للشعر، للمعدة، التهابات كاملين وكل شيء. الله يجعل البركة بلا ما نعيقوا على الناس ونكثروا عليهم. بركة عندنا ياخذوا لنا غير زرع الكتان ولا الوفيرا ولا يديروا فيها الكفاية. فيها الكفاية ولا يديروا الوصفة ديال خل التفاح وديال بابونش. فيها الكفاية. ندوزوا لحاجة أخرى باش من هذاك. وما نتعطلوش وكل شيء. أيه. كاين مشكل ديال دابا الماكلة، كاين ديدان، كاين طفيليات. باش نتخلصوا من الطفيليات اللي كاينين في الامعاء ولا في المعده ولا في داكشي كامل، خاصه في المصام. مشكل تاكلنا واغلبيته حلو ياك. وكثره الحلاوه اكيد عندها مضر. وهذه هي لوكازيون ديال الدراري الصغار، ما كاين غير كل الشريحه، كل التمر، كل الشباكيه، كل المحنشه، كل شيء. الحلاوه بزاف. فواكه بزاف حتى هي مضره. الفواكه مضره اللي ما عرفش ليها، اما الفواكه كلها رباح. الغذاء ممتاز، جميع الاملاح المعدنيه والفيتامينات كل شيء فيها. دونك الفواكه مستحبه، وركنا دوزنا واحد الحصه قبل الفواكه وكنا هضرنا. شو اللي الضرر كيكون فيها هو الا ما عرفناش نختاروا الوقت المناسب لاكل هذه الفواكه والاكثر منها. الور طرد الديدان اللي كاين في الامعاء والتخلص من الطفيليات ياك. بوعقاد، بوعقاد نوع ديال لاشيكوري ديال الهندبه، الهندبه رائعه ممتازه. الور بوعقاد، قصه تحيه، راه جبدنا شحال من خطره قصه تحيه لا بيتيت سونتوري. الجعده، النوع ديال الخزامه. الشيح، الرحمه، الزعتر، راه كنا تنعرفوا مثال بسيط. تنهضروا دابا على الديدان والطفيليات ياك، لخدينا لو تانيا السينتا. كنا اش نديروا للسينتا؟ الشيح، الثومه، دقه بطله، او الزريعه البيضاء الكراع الحمراء. هذا كاع المغاربه كلهم تيعرفوا هذه الوصفه اللي سهله. الور بوعقاد، قص تحيه، الجعده، الشيح، الزعتر، الزعتر ممتاز رائع. الفن، عندنا الحكم اللي هو لا كابوسين. الوغ لا كابوسين مثال بسيط، كنت قبل هضرت كنت شريت مثال بسيط، شريت واحد لونسيكلوبيدي ب 11000 درهم ديال النصارى، فليتها كلها. اش من رباح ربحت منها؟ غير اون كونفيرماسيون، تاكيد ديال المعرفه كانت عندي قبل. كونفيرماسيون دان سافوار كو جافي افون، اللي هو شنو هو؟ كوم كوا لا كابوسين ايت ان انتيبيوتيك ناتشورال سيرفون بور لي بومون اي لاباري جينيتال. انا في الدار كانت عندي بزاف، عزيزه عليا، زوينه، فنه. هزيتها عطيتها لصاحبي حللها، جاتني التحليل افيكتيمون سيت ان انتيبيوتيك ناتشورال. دونك مضاد حيوي وطبيعي. وشحال بنينه اختي؟ مذاق ديال الفجل. هذا اللي سميتو لا كابوسين اللي الحكم. الحكم عيني تتحط على الكابوسين تمشي نجري، تنقلب على الزريعه هي الاولى، النواره، تنهز النوار ديالها ندير ناكل فيه، والزريعه نقطع ولا ناكل فيه. فرنسا مثال بسيط. لي غران دو كابوسين، دونك دوك الحبوب، دوك الزريعه ديال الكابوسين، تيخلوها هذاك مخلى ماريني. الو القرعه صغيره اختي كانت اوتون دو فرون، كانت سوا 120 فرون. القرعه صغيره. لا كابوسين استعملتها كثير يعني اولا شوفي اللي زوين في هذه العشبه غير قطع وغرس واعطيها الماء وتنوض، زيد عليها بحال اللوايه غاديه وتديع وطلع، تعطيك النواره صفراء زوينه زوينه. كتعطيك النواره صفراء انا ورديه صفراء بزاف الانواع يعني الالوان فيها، الالوان فيها. زيد على مثال بسيط اللي بغى يدير الحريره، الدوده ديالها دغيا تتشد الدوده وتدير لنا الحرير وكل شيء. دونك حتى مالي الحرير وداك الشيء بلاصه الورق اوسي ديال التوت يقدروا يستعملوا اوسي لا كابوسين. طيب ديك البذره ولا ديك الحبه كيكون مذاقها شبيب شنو؟ الفجل، اون ديريت تاكلي الفجل، لد من الفجل، بن من الفجل. وفي اوروبا تياكلوا النوار وتياكلوا الورقه وتياكلوا الزريعه، حنا ما تنعرفوهاش.
اي بورتون صحيه اختي. دابا حنا تنهضروا على الديدان ياك، على طرد الديدان والطفيليات وكل شيء. هلا كابيسين، هل الحكم صالح من ذاك الشرف؟ دونك اش قلنا؟ قلنا بوعقاد، قسطحيه، الجعده، الشيح، الزعتر، الحكم اللي هو لا كابيسين، الريحان، لومير، الرحمه، فليو، المانتا، لو لوبان، ترمس، الرجله. الترمس لابقى لنا شي وقت نعطيكم واحد الوصفه ديال الوجه ديال التجميل اباز ديال الترمس اللي ما عمري عطيتها لكم. دونك الور عندنا الترمس اللي هو لو لوبان، الرجله اللي هي البوربيي، الزفزوف، الرنج، سانوش. شوفي الرنج شحال لو بيغارا ديال اورانج شحال تلقى، واللي حنا كنهملوه هما لانيجيل الحبات السوداء، سانوش حبات البركه وكل شيء، اللي هو الكمون الاسود، الكوزه رائعه فينا في القله ديالها، في الكسره راه ضاره ناخذوها بحيطه يعني غير شويه راه فيها كافيه. لا كثرنا منها مخدره ولا كثرنا اكثر من اللازم سقتلنا. الحامض، وحصه الحامض زوينه ومازال الحامض يتزاد عليه. والمصيبه فين ما تيدوز الوقت تنعلق راسي راه نسيت شحال من حاجه ما قلتهاش خاصني نجي نعاودها وكل شيء. نورمال ما يمكنش تذكر كل شيء. الحامض، الشيفلور، الثومه، الثومه والعسل والماء، الثومه والشيح، البصله، البوارو اللي احسن من البصله، زريعة القرعه الحمراء، الزريعة البيضاء معروفه مشهوره، خزامه، تترد ديدان اذا نعاودوا بالزربه. دونك كاع اللي كاين الطفيليات اللي كاين لي بارازيت انتستينو وكل شيء اللي كاين في المصارنه. بوعقاد اللي هو نوع ديال الهندبه الور، بوعقاد، قسطحيه اللي هي لا بيتيت سونتوري، الجعده اون سوكسيدون دو لا لافوند، الشيح سي لارموز بلونش او لارتيميسيا من لا فامي دو لارتيميسيا، الزعتر لوريغون، الحكم كي لا كابيسين، الريحان اللي هو المير، فليو سي لا مونت بوليو، المانتا سي لا مونت نوع من انواع النعناع، المذاق ديالو تا هو لذيذ ورائع. الترمس لو لوبان، الحامض لو سيترون، شيفلور شوفلور الور، الثومه لاي، العسل كي لو ميل، دونك الثومه والعسل، الثومه والعسل والماء، الثومه بوحدها، البصله لونيون، البوارو لي بوارو، البورو، الشوفلور اللي هو القرنبيط، انا ذكرت الاسم ديالو باللغه العربيه. سيجوس الرضا بصح انا خديت في لا هذه زوينه عندك، هذه مفاجاه القرنبيط الرضا سيجوس وبيان سور وراه شحال زوين لورنومون طالع اللي في التجميل رائع تيهبل في التجميل حيت فيه بزاف المئات الانواع. الزريعه البيضاء ديال القرعه الحمراء اللي قلنا يلا قلنا حصه ديال البارح ولا دول البارح الصيف اللي هو وقت القرعه الحمراء واللي عندو لانكونتينون سيرينار اللي هذاك اللي ما تيتحكمش البول هذاك الشيء كامل، الناس اللي تيصليو الوضوء وداك الشيء كامل. الزريعه القرعه البيضاء الرحمه دقه بطله حتى مشكل جنسي، الزريعه البيضاء ممتازه، والخزامه لا لافوند. دونك هذا اللي طرد الديدان او هذا كامل. دابا ندوزو لحاجه اخرى اللي عندنا بزاف في رمضان، الناس كلهم تيتشكاو القبط. مشكل الامساك كيعاني منه بزاف الناس، واللي هو دليل على ان تغذيتنا راها خاطئه. سي نورمال سي نورمال، وقت وجيز وماكله بزاف وتنتخلطوا كل شيء دليل انذار ان راه كاين خطا في شي حاجه بلاصه ماشي هي هذيك، خصنا نردوا البال. اذا نعطيو دابا العشوب الساهلين اللي عنده القبط او الامساك هو ساهل ياخذ العشبه واحده من الاعشاب اللي غنذكروا. وحيت قلتنا في تناول الالياف يعني الخضره بشكل عام كتقل، ما كنبقاوش ناكلوا خضره بزاف. الله يعطيك الصحه. كل شيء على الالياف، ما نساوش الالياف راه تشرب الناس السم وتشدهم والشحمه وكل شيء وتخرجها صحه في الماء. دونك الالياف مهمه، هي الكل في الكل. والالياف بيان سور اللي تياخذ بزاف الالياف وكل شيء راه تيتفادى الكونسير الكونو من الحميه ديالو. الالياف بكل انواعها مفيده بيان سور، كلها مفيده. الور سمعوا اش غنلقاو دائما، دابا حنا بغينا نتخلصوا من الامساك ياك، من القبط، لا لوفيرا، زريعه الكتان هما رقم واحد. قلنا شحال من خطره، دونك زريعه الكتان واحد المعلقه صغيره قبل الاكل والنوم، لا لوفيرا واحد طريب صغير. انا فاجاتني صراحه زريعه الكتان، الرحمه يعني من مده تقريبا طوال هذه الحلقات وحنا كنتكلموا الا كيتم ذكر. قلنا لي تريغليسيريد الكوليسترول تتعطي قتله، قلنا الميزان الهرمونات رقم واحد لي زيتازوني زريعه الكتان، قلنا ملينه للبلعوم ومليينه للسعال والصدر ومشاكل الصدر والحساسيات كلها، قلنا تتعطي قتله للمعده والنصران واختصاص ديالهم وكل شيء. وهذا حنا كنتفاجئوا بان ذلك ضد الانسان. بلاتي نزيدك حاجه اخرى، والترطيبات الشهر، ترطيبات الشهر طفح الجلدي كامل والبشره اللي جافه وكل شيء، زريعه الكتان رائعه. ماسك اباز ديال لولا راه واعر للوجه، دونك كاين شحال شي تناخذ الوصفه دكتور. راه قلت لك راني عزيز عليا التجميل وراه تنعطي خطره التجميل، لا بقى لنا شي وقيته نلوح لكم واحد لا فورمول اليوم شويه ربي شويه العبدو. الور قلنا زريعه الكتان، قلنا لا لويفيرا، المعدنوس والكرافز اللي يكون خضر طازج نيء او على شكل تبودوره، دونك على شكل زريعه. المعدنوس تحيدنا القبض، الكرافت تحيدوا القبض، لو بلونتا
عندنا لو بيتي بلانتان اي لو غران بلانتان اللي هو المصاصه رائعه هذا الشبختي الوغ الزريعه هذه المصاصه من احسن الادويه ضد الامساك الزريعه هذه المصاصه ها العشابه الزريعه هذه المصاصه من احسن الادويه ضد الامساك القبض تتخذ مدقوقه هذه الزريعه مدقوقه على شكل مسحوق بيان سير والرحمه شحال تقريبا المقدار يعني احنا ما كناتو غير على شكل مسحوق نص معلقه صغيره قبل الاكل والنوم راها الرحمه ممتازه ومجربه بيان سور جميع مشاكل الدمايات ولي سينيومون وداك الشيء كامل والولسير وداك الشيء راه اختصاص ديالو كتوقف نزيف معلوم فنه كنا كنت قبل هذه واحد اربع شهور ولا خمس شهور لا تعقلي اختي سميه كنت صدرت على لي زيسكار الور جده الله يرحمها وجدت على رحمات ما كانش تضربوها لي زيسكار الور ما بقاش تتحرك وكل شيء بقات بلاصه ما تحركاتش مزيان ما ديتهاش فيها طامت في الجناب اليوم طايبه البلاصة حمراء الغد حفرة وصلة حتى العظم بغيت نتسطى البغت غد خندقاتك دايرة القيح وغليظة شوية ان سير بوا وتدير لي كوش في ديك الساعة لي كوش يديروا لي ميديتي وكلشي مشكل مشيت للفارماسي ما لقيت شي حاجة اللي غد سيكاتريليزي دقة بطلة خاصني نحل نكورتي نحيد القيح ندير الدواء ودير داكشي وخاصة تلحم ليا الور نط مشيت درت بحث شامل كامل اللي جبد الهضرة هي المصاصة حطيت واحد الفورميل اللي شنا هي عطيتها لنا شحال من خطرة علاش دقه بطله المصاصه بيموت الخياطه محساك ممتازين ممتازين بلاتي بيموت والخياطه وزيد الحريقه الحرشه دقه بطله حتى الملسه دقه بطله زيد اليازير راه قلنا حنا اللي تنطهروا الدراري غير البودر اليازير تندردروا عليهم وحنا تهنينا ان بون سيكاتريزو العسل الحر كاع ميو سي غايه دونك اذا كيلحم اللي عدوا لي زيسكار سي ان بروبليم كي بوزي عند لي جون اجي مساكن ولا اللي كي سون اليتي كي نو بوج با دونك اللي عنده شلل نصفي شلل كلي راه مع الوقت راه يطيحوا الناس في هذا المشكل وما عندهمش ما تيلقاوش مساكن دواء وتيتعذبوا وتكرفصوا ما تلقاوش محسن من المصاصه اللي جبدنا دابا الخياطه بيموت الحريقه الحرشه الحريقه الملسه القشور ديال البيض العصير ديال المعدنوس كاين بزاف الحوايج اللي تيلحموا او العسل راه غايه لا لويفيرا سي لو توب اختصاص توتال ضد الحريق بروميير دوزيام دوغري اختصاص توتال ضد لي سينيومون لي بلي داكشي كامل الجرح كيما بغى يكون نوعو تتلحمو ما تنساوش سي تان اونتي انفلاماتوار ضد الالتهاب وتقتل لينا الجراثيم وكلشي والله اختي سمعي اختي ضربتها جاجه كانت تغسل بالجهاله باش تغسل داك الكاس مدوره وجهها وتضحك تضحك كلشي ضربتها ومني تغسل الكاس تسمع ززد دونك السيده تقليديه ديال المعقول يردوا البال الناس اللي حد قالت مدوره وجهها وتضحك والكاس مهرس مهرس ما ردتلوش البال تضحك شويه بدات تبكي تغوت جيت هبره نازله من ليدها جبنا فوطه بالزربه ردينا لها داك الشيء بين ما نزلت لتحت وقطعت لها الويفير الصبار وجبته وشرحته الفوطه كلها دميات غير حيد الفوطه حطيت الصبار حزمنا ثلاث ايام من بعد لقيتها تتغسل بديت نسب ونقر درتها ليها بالليل حيتها درت الاخرى والله اختي سان اونتيسيبتيك سان ريال لا الكول لا والو ديريكت فيها كل شيء نقرنا حيدنا لها نشفنا لها بالسيشوار حطينا لها الويفيرا النهار الخامس ما بقات والو سان سيكاتريز هذه غير في الويفيرا علاش نقول لك الويفيرا راه فيها الرحمه بغينا نهضروا على التخلص من الامساك ياك قلنا زريعه الكتان قلنا الويفيرا قلنا المعدنوس الكرافس على شكل مسحوق او هذا وجبدنا المصاصه اللي جبدنا من الهضره الور النافع واحد كاس من المغلى ديال النافع بعد الاكل وقبل النوم ربع الكيسان النافع سميتو نافع جبدنا الغاز جبدنا بزاف الحوايج العسل معلقه صغيره ديال العسل قبل الفطور والنوم ممتاز تخلص من الامساك انا البارح كانت عندي حاله باش حيدت العسل دار لي على دياري الحلبه واحد معلقه كبيره من مسحوق الحلبه في نص سيترو ديال الماء نغليه واحد جوج دقائق نصفيه نشربوا نص كاس قبل الاكل والنوم دونك ساهله وراك عارفين الحلبه ما تضر ما حتى حاجه دونك الحلبه ساهله معلقه كبيره على شكل مسحوق بودره لحنا في كاسرونه زدنا نص سيترو ديال الماء تبخنا واحد جوج دقائق صفينا شربنا نص كاس بيان سور شربوا حتى كاس راه ما غيضركمش الور نص كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس قسموا ربع الخطرات على السحور على الليل ديال رمضان دابا مي اللي تنخدم به انا بزاف ضد الامساك مثال بسيط اول حاجه تنسول واش عندك سكر فيك ديابيت لا فيك ديابيت ممنوع تاخذ الشريحه ممنوع تاخذ البرقوق الحمر ما فيكش ديابيت واحد جوج ثلاثه تشريحات واحد البرقوقه جوج الا خدهم قبل الاكل والنوم وانا كنفوروا وهذا قبطله كندير معلاش كيكون بغيتي تفوريها بغيتي تلوحيها في كاسرونه في كاس زيد عليها الماء بغيتي تاخذيها ديريكت انا تنبغيها انا جلابس كناخذوا منها معلقه نحنو هذه مجربة هذه ممتازة ممتازة نعم وقلنا الشريحة سي ان اليمون كومبلي خاصها غير الفيتامين سي دونك راه شي حوايج راه ماشي غير تسهلين ماشي غير تنحيدوا لا دياري الاسهال
وتناكلوا راسنا ونغديوا راسنا واحسن تغذيه. دونك هذا لما فيهش الواحد او السيد او السيده اللي ما فيهش داء سكري. تصوروا واحد فيه داء سكري اش خاصو يدير؟ واش شريحه؟ لا، اللي ياخذ سناحره اختصاص، واحد معلقه صغيره عند الحاجه الفا فورمول عطيتها شحال من خطره، ثلثين ديال سناحره ثلث ديال الورد البلدي على شكل مسحوق، الا خذوا واحد نص معلقه ما عمرهاش بزاف على حسب النوع القبض وعلى حسب الكبر، صغير، بالغ، كبير.